اللقاح حتى اللقاحات القديمة ما زالت مفيدة، ولكن مما لا شك فيه أنه اللقاحات الجديدة وهي متوفرة في مصر اللي انتجت بعد 2023 تأثيرها أعلى من اللقاحات اللي قبل كده، لكن ده لا ينفي أن اللقاحات القديمة ما زالت مؤثرة. فكرة بس أن اللقاحات عموما للكورونا سواء كانت قديمة أو جديدة لها مدة زمنية للتأثير، احنا بنتكلم في مدة زمنية لا تزيد عن السنة، يعني زي لقاح الإنفلونزا كده، احنا الإنفلونزا بناخده كل سنة. ليه؟ لأنه يعني أنت دلوقتي كوزارة صحة تنصح أن أنا أروح أخد لقاح الكورونا بتاع السنة دي اللي هو المعزز الجديد ولا ملوش لازمة؟ بقول إنه النصيحة دي في الوقت الراهن للناس اللي مناعتها ضعيفة، عندها أمراض مزمنة، عندها أورام تؤدي إلى نقص المناعة، أو الناس اللي كبار السن اللي يخشى عليه، لكن ليست نصيحة عامة لكل الناس، ودي مش بس نصيحة وزارة الصحة المصرية لكن كمان ده نصيحة منظمة الصحة العالمية. انما حضراتكم طبعا كالعاده لو في شيء زياده او كده او بتاع هتطلعوا بيانات وتنصحوا الناس تقولوا لهم يعملوا ايه ويتصرفوا ازاي. مظبوط، في حاله اي حدوث في التغير في ما ينبغي التعامل معاه انه نرجع تاني او نتكلم على انه الكورونا بقى ليها شكل مختلف في التعامل بخلاف الفيروسات التنفسيه، قطعا سوف يكون هناك توضيح وبيان من وزاره الصحه المصريه اللي هو مش حاصل حتى اللحظه التي نتكلم فيها. دكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزارة الصحة، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني فقرة قادمة.